مستشفيات هذا تدري مشكله مو يمنح بالوزاره الصحه. انا ما اقدر اسوي مستشفى موازنتي 200 مليار. والله ما اقول المسؤوليه عليكم لولا، اريد اقول ايش قد تحتاجون وايش قد اكو. بشكل عام احنا عندنا مستشفى اللي يتكلم يجوز الاخر يتكلم اكو بمشروع ب 30 مليار تاهيل المستشفى. لحد الان الشركه من وزاره الصحه كانت متلكئه وتابعناهم بشكل، وهسه يصيرون وصلوا 75% من نسبه الانجاز. وهي يتكلمون تقول لي عندنا مستشفيات اهليه صارت يعني ممتازه وتؤدي خدمه بمناسبه من صلاح الدين يجوها من بغداد يجون هاي المستشفيات. بس صح، بس اريد اعرف ايش قد اكو مستشفيات حكوميه وايش قد تحتاجون مستشفيات حكوميه. عندنا موزع على الاقضيه والنواحي 10 مستشفيات، يعني بحيث انه مثلا حديثه بها مستشفى والقائم بها مستشفى، مو وحده صحيه، وعانه بها مستشفى، مو وحده صحيه، لا مستشفيات مستشفى. ايش قد حاجتكم؟ يعني حاجتنا يجوز فد أربعة نحتاج إلى واحد بالرمادي كبير ومخططين نسوي مدينة طبية مو يعني، وعندنا واحد بالصقراوية المفروض قبل 3 سنوات تباشر به يعني منحة من الكويت، وهذا ننتظر أيضا، وعندنا خطط بالمستشفيات الأخرى.